جميعا نقدر بلادكم الشقيقة ومواقفها المساعدة لقضايانا لقضايا دولنا ونستلزم اعتزال مشاركتها في حرب التحرير في الكويت ومبادرتها بالمشاركة في عاصمة الحزم والتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب مؤكدين تضامننا جميعا مساندتنا لكل القضايا السياسية والأمنية تهم بلدكم الشقيق في مقدمتها ضد الصحراء المغربية ورفضنا التام لأي مساس في المصالح العليا للمغرب.